متابعة لآخر المستجدات الإخبارية. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل على إذاعة اللاحية تفهم. هذا موعد جديد من غيكاب ميدي باش نرجع فيه على أبرز الأخبار على المستوى المحلي الجهوي وكذلك الوطني. نرحب بالفريق العامل معايا لليوم، أحمد المخلوفي في الإخراج التقني، للحصة سيف بولعريس في الديجيتال، ومعكم سهم حمدي من توا حتى لساعتين. غيكاب ميدي، غيكاب ميدي، تحاليل ونقاشات معمقة لكل أحداث في تونس والعالم. يجيكم من الاثنين للجمعة من نص نهار لساعتين على الحياة فام. شنو يستنى فيكم لليوم في غيكاب ميدي؟ رجعنا بعد عطلة، وأكيد تعرفوا أنه فما اكتظاظ كبير على مستوى محطات النقل البري، باش حاولوا نعرفوا آخر الإجراءات الاستثنائية اللي تم اتخاذها لتفادي الاكتظاظ في محطات النقل البري قدر الإمكان. نرجو على فيديو راج بشكل كبير على سوشيال ميديا، احتجاز طفل قاصر عمره 12 عام، تم شد وثاقه، تم ضربه بعصا وترهيبه بواسطة كلب شرس في قصر هلال، وهذا الكل بسبب قطف حبات من اللوز. باش نرجو بأكثر تفاصيل على الحادثة هذه، خاصة على مستوى التداعيات النفسية لهذه الحادثة على الطفل وآخر المستجدات القضائية فيها. في الويكاند زيدا حكينا تقريبا نهار جمعة، حكينا على نجاح طبي جديد لأول مرة في تونس، يتم زرع أول منظم ضربات للقلب بتقنية طبية بمستشفى الرابطة. باش نرجع عليها بأكثر تفاصيل في غيكاب لليوم. باش يكون عنا عودة على استعدادات وزارة الفلاحة على مستوى شهر رمضان، على مستوى الانتاج، المخزونات، وخاصة دورها التعديلي، شنو المنتوجات اللي باش تكون حاضرة وإلا اللي باش نسجلوا فيها نقص، شنو المواد اللي معناها ننجوم وإلا نستوردوم. هذا الكل باش يكون في حوار في الجزء الأخير من غيكاب ميدي لليوم. هذا أكثر يستنى فيكم، مرحبا بكم الناس الكل. غيكاب ميدي، غيكاب ميدي، مرحبا بهذه الأغنية اللي تستنى فيكم بعد شوية. تدويت في غيكاب ميدي نحكيو على الأكتواليتي. اليوم رجعوا التلامذة والطلبة إلى مقاعد الدراسة، وتعرفوا بعد كل عطلة نحكي على الاكتظاظ على مستوى محطات النقل اللي تم تسجيلها في مختلف جهات البلاد. اليوم فما إجراءات استثنائية تم اتخاذها لتفادي الاكتظاظ، باش نتعرف عليها بأكثر تفاصيل معنا بالتليفون رئيس الغرفة النقبية لسيارات الأجرة لواج بالقيروان معز العيساوي. سي معز عسلمة، مرحبا بك على إذاعة الحياة فام. عسلام أختي، ومرحبا بكم، مرحبا بمستمعين إذاعة حياة فم. مرحبا أختي، للتصحيح عضو غرفة ليس عضو غرفة. به عضو غرفة. به، مرحبا بك سي معز. لو كنت تعطينا أبرز الإجراءات الاستثنائية اللي تم اتخاذها لتفادي الاكتظاظ في محطات النقل البري. نظرا لانتهاء العطلة المدرسية والجامعية، و الاكتظاظ في المحطات، وقع التنسيق مع السيد المدير الجهوي المدير الجهوي للإدارة العامة للنقل البري وعوانه مراقبي الطرقات، مشكورين على العمل، ويونا في أمس في نهار عطلة خدموا، عطوا التراخيص لسيارات، كل لسيارات مثلا موجودة سيارات بوند بلو يقع تمديد لهم هي الأزرق، سيارات اللواج خط أزرق، أي لخط مثلا نلقوا مثلا خط سوسة، خط المستير، خط الساقس، خط تونس، خط نابل، وين ما فمش لواجيات خمس لواجيات والراكب ما خلوش الراكب نسهلوا التسهيل، ثم تسهيل الحق. هذه كل الإجراءات يعني معمولة بهدف أنها تسهل على المسافرين أنه في ساعة يلقاو معناها لواجيات وسيارات اللواج باش يتنقلوا للأماكن اللي هما فيها لتسهيل السفر للتسهيل أختي وتفادي للاكتظاظ
المحطات. والحمد لله ما فهمش كلهم نذكر رجعت ولا بيس لحد هذه الساعة موجودة. هالإجراءات الاستثنائية سي معز هي معناها من وقتش الوقتش يعني وقت اللي وقت تلقى الراكب مثلا الراكب متعطل ما يلقاش وين ما يلقاش الواجهات نوفروا له احنا نوفروا له الغرفه توفر بالتنسيق مع الاداره الجهويه نوفروا له باش معناها سي معز كي يبدا فما في محطه الواجهات برشا ناس ماهمش لاقين كيفاش يمشيوا ويسافروا معناها لبلاصه معينه الغرفه تتدخل باش معناها تشوف حد سائق سياره لواج باش يوصلهم للمكان نتاعه. اي صحيح اختي. وشنو ما الشروط سي معز خاطر فما يظهر لي لازم من داخل المحطه معناها يركبوا المسافرين هكا ولا؟ هاي بالطبيعه لازم تكون من داخل المحطه في ويكون الترخيص صالح لمده 24 ساعه. 24 ساعه. هاي بدايه من موعد السفره. هذه بالنسبه لسائق الواج اللي مشى معناها. الكهرباء للسيارة الكهرباء اللي خرجت في سفرة استثنائية كترخيص هذيك صالح ل 24 ساعة 24 ساعة هذه في كل الاتجاهات سي معزة في معناها مع كل الولايات في كل الاتجاهات اللي تكون ركاب موجود فيها وما ما لقتش ترجع واضح انا ما نخلوش الراكب موجود في المحطة الاكتظاظ مش موجود يعني هذايا بين القيروان وولايات اخرى فما الاشكال هذا موجود سي معز في داخل ولايه القيروان يعني بين القيروان ومعتمدياتها والا لا فما حتى اختي زاد رانا من اي معتمديه من اي محطه من المعتمديات انت انا يعبي من المعتمديه مثلا في اي اتجاه كي ويجي يدخل يجي محطه الحجام وين غادي يلقى عوان مراقبين الطرقات يعطوه الترخيص الثنائي يزيد يمشي عادي بس سهلنا من كل من المعتمديات ومن محطة المخر الولاية واضح خاصة نعرفوا الفترة هذه سي معز يرجع فيها الطلبة اللي يقراوا بعيد وكل شيء دونك تكون فما صعوبات الحقيقة فما الجامعة الطالبات والطلاب وفما عائلات زاد كانوا يزوروا في اقاربهم زياره عائليه والكل وبالطبع يرجعوا يسكنوا في تونس ويسكنوا في سوسه ويسكنوا في مستير في نابل في ساقس وباش يتواصل الاجراءات هذه يا سي معز حتى لوين ترجع الامور عاديه يعني بريسك وقت ظل الراكب موجود ما فهمش ترجع للعمل عادي ما عادش فما تراخيص. واضح نشكرك. العطلة المدرسية. أي العطلة المدرسية والجامعية. نشكرك برشا سي معز العساوي عضو الغرفة النقابية لسيارات الأجرة لواج في ولاية القيروان مدينتنا بهذه التفاصيل بخصوص الإجراءات الاستثنائية هاكا لتسهيل تنقل وسفر الطلبة خاصة والتلامذة والمواطنين من ولاية لولاية حتى كان داخل ولاية القيروان وقت يتجمعوا عدد من المواطنين يتعطلوا في السفر في محطات اللواج فإنه تتدخل الغرفة ويتم الترخيص لسيارة أجرة باش يتم نقل المواطنين وتسهيل هذه العملية. بعد شوية احنا باش نحكيو على فيديو راج بشكل كبير على السوشيال ميديا فيديو وليد صغير عمره 12 عام يتم احتجازه وضربه وترهيبه بواسطة كلب شرس. باش نرجع على تفاصيل هذه الحادثة وآخر المستجدات القضائية المتعلقة بها. ريكاب ميدي. ريكاب ميدي. مرحبا بكم من جديد بكل من التحق بنا في الاستماع انتوما في الاستماع لاذاعه الحيطه فهم هذا ريكاب ميدي انتوما تسمعوا في ريكاب ميدي من نص النهار لساعتين في
الويكاند درج فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لطفل تم احتجازه، طفل قاصر، وتم شد وثاقه وضربه وترهيبه بواسطة كلب شرس. كان هذا في مدينة قصر هلال من ولاية المنستير بسبب قطف حبات من اللوز. باش نرجعوا بأكثر تفاصيل على هذه الحادثة اللي هزت الرأي العام. معنا بالتليفون سيد كمال عبدالله المندوب الجهوي لحماية الطفولة بولاية المنستير. سي كمال عبدالله عاصمة، مرحبا بك على إذاعة الحياة فم. مرحبا بك اختيان، شكرا للاستضافة. تحياتي لكم وإلى كيف تعملين معكم وإلى كيف مستمعي الحياة فم. شكرا جزيلا لك سي كمال. لو كنت تعطينا أكثر تفاصيل على الحادثة هذه اللي جدت في قصر أهلال. بالفعل هو فيديو صادم الحقيقة. معناتها الفيديو ذي كان الموضوع متاعه فهمتي احتجاز طفل والاعتداء عليه بالعنف الشديد، معناتها مع التقييد وفهمتي وتسليط كلب شرس كما شافوا برشا ناس. معناتها الكلب شرس معناتها فهمتي بصدمات بهدف ترويعه. معناتها التفاصيل الواقعة تقول كونه معناتها الطفل ذي وقع معناتها دعوته من طرف أصدقائه من نفس العمر، هو عمره 12 سنة يدرس سنة سادسة ابتدائي، لقطف معناتها شوي ثمار متاع لوز معناتها من ثانية موجودة في المنطقة ذيك، ولكن صغيرة أخين هربوا. بالنسبة لي هو قعد فهمتي جاءوا زوز كبار فهمتي شدوه واقتدوه وقيدوه معناتها بالطريقة اللي وقع ذكرها سالفا، وبالطبيعة وقع الاعتداء عليه وترويعه فهمتي والمس من كرامته. وذكر بطبيعة الحال احنا شفنا فيديو ذي يعتبر صادم باعتبار كونه معناتها فيه مس معناتها من كرامة الطفل هذا ومس معناتها من السلامة البدنية والمعنوية متاعه. على خلفية الفيديو هذاك بطبيعة الحال كيف اتصلوا بينا في الفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل بمنطقة الحرس الوطني بطبولبة، وتبيننا كونه معناتها وقع معناتها فهمتي متابعة الموضوع بالتنسيق مع النيابة العمومية، وقع القبض على النفرين هذوما معناتها في زمن قياسي واقتيادهم معناتها المقر الفرقة فهمتي واعتقالهم معناتها بتهمة الاعتداء على الطفل هذايا. كيف بالنسبة اليوم بالذات معناتها وقع هذا كيف اقتياد الشخص اللي صور الفيديو هذايا، وقع استدعاء كيف صاحب الضيعة معناتها التحقيق معاه من أجل معناتها الاعتداء على الطفل هذايا في الواقع اللي يسبق ذكرها. اللي صور الفيديو سي كمال هو واحد مزوز لا مش واحد مزوز، هو شخص ثالث. هو في من الأول وقع معناتها فهمتي اعتقال معناتها الطرفين الاولين هذوكم اللي اعتدوا على الطفل، واللي صور في الفيديو اليوم ما تجابوه الفرقه باش يقع التحقيق معاه معناتها في الغرز واتخاذ التدابير والاجراءات الجزائيه في شانه وشان الطرفين الاخرين. بالنسبه للطفل حاليا نطمنوكم معناتها كونه معناتها هو في حاله نفسيه وجسديه مستقره وجيده نسبيا لباس. معناتها هو في حضان ابوه وامه، موجود معناتها في المسكن نتاعهم بصفه عاديه جدا، وقع استدعاء اليوم معناتها من طرفنا احنا لمزيد عرضه معناتها على الاخصائي النفساني وتقدير الحاله نتاعه معناتها تقدير معناتها مدقق وتمكينه من المتابعه النفسيه ان لزم الامر ذلك معناتها. هنا بالمناسبه معش نحب نستغل الفرصه معناتها من خلال المصدح نتاعكم ونوجه معناتها فهمتي دعوه بكل لطف وبكل محبه لكافه معناتها الاولياء باش يعتنيوا بصغيراتهم، يردوا بالهم، يراقبوهم مراقبه لصيقه، ويحاولوا يتبعوهم خاصه في تنقلهم، خاصه اثناء معناتها مشيانهم للمكتب ورجوعهم. وكما شفنا معناتها ونشوفوا في برشا معناتها واقعات معناتها الاطفال وقتاش يتعرضوا للاحداث هذوما وقت هما يكونوا مش معرضين معناتها للرقابه. فهمني وقت يكون الطفل معناتها عليهم اوليائهم معناه نجم يتعرض الى اي مخاطر يعني الطفل. بالطبيعة وقت يتغفل عليه خاطر احنا تو الطفل كي يمشي المدرسة ويرجع احنا الأولياء والوالدين معناتها يلزم يتبع طفله ويشوفوا فين مشاه معناتها يعرفوا مثلا وقتاش يقرا وقتاش يروح وقتاش يجي كم معناتها تستغرق معناتها فهمتي الفترة باش يوصل الدار ولا يوصل المدرسة، ويلزم يراقبوا معهم مراقبة لصيقة باش يعرف معناتها خاطر علاش الطفل. تفضل سي كمال. الطفل هو بافتكار خاطر هو مهم جدا، الطفل في اثناء معناتها تنقله للمدرسه ينجم معناتها يعترضوه معناتها اشخاص مختلفين، ينجم يقع على قدر تحويل وجهته، ينجم هو الطفل في حد ذاته هو يحب يلعب، يحب يكتشف، يحب كذا، وهي كما نعرف واحنا المرحله دي مرحله استكشاف، واحنا العمليه في حد ذاتها هي عمليه بسيطه خاطر الطفل ما يقدرش العواقب معناتها نتاع التصرفات نتاعو، معناتها احنا نعرفوا الاطفال اغلب الاطفال فهمتني عندهم الحكايه هذه يحب ينحي يشوف خاصه هما السواني هما مش محميين معناتها فهمتني.
معناتها الخطا من بسيط كما هكا. اذا احنا مش نعتبروه خطا بالنسبه للطفل، هو ما يعتبروش خطا بالنسبه لي، هو يدخل في اطار اللعب وفي اطار الاستكشاف. فهمني الخطا بسيط، شوف واش تكلف للطفل، معناتها تكلف له معناتها تقييد، معناتها وترويع وضرب وعنف وكذا وتاثيرات نفسيه وغيرها. اليوم عوده مدرسيه سي كمال، رجع له الايد لمقاعد الدراسه ولا لا؟ رجع اليوم يقرا، رجع لباس. قلت لك هو في حاله نفسيه معناتها مستقره، لباس مش ما عندوش خلق لباس. اما احنا باش مع ذلك باش نمكنوه معناتها من المتابعه النفسيه لازمه في اطار حصص باش يقدرها وتقرها معناتها الاخصائيه النفسانيه ولا الطبيب النفساني. واضح. والبحث بطبيعه الحال مازال جاري في شان الاشخاص هذوما اللي تسبوا معناتها في المظاهر هذه. واضح. سي كمال، تحركت كمندوبيه جهويه لحمايه الطفوله انطلاقا من الفيديو اللي راج ولا تم اشعاركم؟ احنا تم اشعارنا من طرف الفرقه، وزيد الفيديو معناتها فهمتي زاد اعطانا معطيات اخرى فهمتي، معناتها حس بحول معناتها الاضرار اللي صارت للطفل. واضح. نشكرك برشا سي كمال عبد اللهبي المندوب الجهوي لحمايه الطفوله في ولايه المنستير على تقديم كل هذه التوضيحات. سي كمال يوصف الفيديو بالصادم اللي راج على مواقع التواصل الاجتماعي لولاد صغير عمره 12 عام، معناها يعني قالوا له باش يدخل الى الثانيه نتاع اللوز وتم احتجازه. هو طفل قاصر، تم شد وثاقه، تم ضربه بالعصا، تم ترهيبه بواسطه كلب شرس. هذا كل كان في مدينه قصر هلال من ولايه المنستير. طبعا تم التدخل من قبل الوحدات الامنيه، كذلك من قبل المندوبيه الجهويه لحمايه الطفوله في ولايه المنستير اللي تعهدت بحالته النفسيه خاصه. يقول سي كمال وانه في حالة نفسية مستقرة، اليوم رجع إلى مقاعد الدراسة بشكل طبيعي. وإشارة مهمة ياسر يعني أشار لها سي كمال، هو أنه الوالدين لازم يردوا بالهم أكثر على صغارهم ويتابعوهم ويراقبوهم مراقبة لصيقة، على خاطر ينجم يتعرض صغير إلى أي مخاطر. يمكن الكبير يقرأ العواقب، ولكن صغير ما ينجمش يقرأ عواقب أي حاجة ينجم يعملها، وذلك علاش يعني لحمايته من المخاطر اللي تنجم تعترضه، لحمايته من تأثير تأثيراتها النفسية كما هالفيديو اللي راج هذية والحادثة هذية. فبالتالي دعوة إلى كافة الأولياء إنهم يردوا بالهم على صغيراتهم، يراقبوهم مراقبة مستمرة، يوصلوهم إذا كان إمكان كي يمشيوا للمكتب إلى غير ذلك. باش نرجعوا على مستجدات هذه القضية من الناحية القضائية، معنا بالتليفون السيد فريد بن شحا الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية. سي فريد بن شحا عسلامة، مرحبا بك على إذاعة الحياة فهم. مرحبا بك بكافة المستمعين. شكرا جزيلا لك سي فريد. لو كان تعطينا مستجدات القضية المتعلقة بالفيديو اللي راج البارح على السوشيال ميديا المتعلق بالطفل اللي تعرض إلى التعنيف في قصر هلال. الفيديو كان دا على مواقع التواصل الاجتماعي، تم إشعار مندوب حماية الطفولة، تعرضت الوحدات الأمنية وبالأخص الفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل في منطقة الحرس الوطني بطبلبة بالموضوع. تم في وقت قياسي إيقاف المعتدين، الواقع مثل في أن الطفل عمره 12 عام قام بجني بحث في مر اللبس، تصدوا له الحراس نتاع الضيعة بشد وثاقه في الضيعة، وقاموا بتهييج كلب مما أنا أثر على نفسية ذلك الطفل. باستشارة النيابة العمومية تم الاحتفاظ بالمعتدين من أجل احتجاز شخص دون هذا القانوني وتهديد وبتهييج كلب عليه. كما زاد البحث جاري الآن مع شخص ثالث قام بتصوير الفيديو في اعتداء على معطيات الشخصية للطفل وفي إساءة له شبكات العمومية للاتصالات، كما سيقع سماح صاحب الضيعة والنيابة العمومية في خصوص بقية الأشخاص اللي كنت ذكرتهم على الإيقاف غدا على النيابة العمومية بالمنستير لاتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة في شأنهم. واضح. سي فريد، معني نستغل حضورك معايا باش نرجع معاك على حادثة كنت حكيت لنا عليها في وقت سابق، البو اللي طيش ولاده زوز من على ارتفاع 8 أمتار. آخر مستجدات تلك القضية سي فريد؟ المستجدات الأخيرة أنه صدرت فيه بطاقات إيداع بالسجن من أجل الاتجاه في المشروبات الكحولية بدون رخصة، ومن أجل الاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي ناتج عنه جروح ومرض، لانه قام برمي مواد صلبه على اعوان الامن. وفما احد الاعوان معناها قام بعمليه جراحيه، في حين استنطقوا في على خلفيه القاء
الابنين الى شارع تبريل بطلب من محاميه، وكانت وجهت له تهمه محاوله قتل الوالد لابنه، ولينص على عقوبات بالسجن عليها الفصل 210 من المجال الجزائي، ليعاقب بالسجن المؤبد كل من يعمد الى قتل ابنه، والمحاوله موجبه لنفس عقاب الفعل التامة. دونك اذا ثبتت فيه اركان الجريمه دونك كل متهم بريء لن تستدند، ولكن متى ثبتت اركان محاوله القتل الصادر من الاب تجاه ابنه فانه نجم تنتظر عقوبات نجم توصل الى السجن المؤبد. عندكم شو فكره سي فريد على الوضعيه الصحيه للبنيه، خاطر وقتها قلت لنا في حاله صحيه حرجه؟ هي تحسنت في الايام المواليه وغادرت الانعاش، ان شاء الله تتحسن وضعيتها الصحيه بدنين، كما ان شاء الله تحسن الوضعيه النفسيه للابن زاد لا قاوى بالقاوى ولا تم على التقاط من طرف المجموعه، ان شاء الله تحسن وضعيتهم مندوب حمايه الطفوله متعهد بالاحاطه به نفسيا، ان شاء الله جميع مؤسسات الدوله تهتم بالطفلين الضحايا نتاع الاعتداء اللي قام به المظنون فيها. ان شاء الله يا ربي. سي فريد بالنسبه لولده الاخر اللي عمره في العشرين يعني في العشرينات، تم القاء القبض عليه والا ليه؟ على اخر المعطيات اللي عندي، خاطر ما سالتونيش قبل ولا حينت المعلومات، لكن على اخر المعطيات اللي عندي في بالي له مازال محل تفتيش من اجل 22 منشور تفتيش في جرائم بيع الخمر والاعتداء على الاشخاص بالعنف. واضح، نشكرك برشا سي فريد بن شحان نطق رسمي باسم محاكم المنستير والمهدية، يعطيك الصحة على مدنا بكل هذه التفاصيل بخصوص القضية الأولى. نشكر برشا زيد سي فريد بن شحان اللي تفاعل معنا وأعطانا آخر المستجدات المتعلقة بالحادثة اللي صارت يعني في وقت سابق البول اللي رمى ولاده الزوز، دونك هو يعني في التهم نتاع إلقاء أبنائه تنجم توصل العقوبات إلى السجن المؤبد. البنية الحمد لله عليها يعني فما تحدث في وضعها الصحي، الطفل في حالة نفسية يعني صعيبة شوية تستوجب المتابعة النفسية، إن شاء الله يقوموا لباس وأكيد العدالة باش تاخذ مجراها بخصوص هذه القضية. ريكاب ميدي. ريكاب ميدي. حبايب كل من التحق بينا انتم في الاستماع لإذاعة لحيت فهم برنامج ريكاب ميدي، ما زلنا في الأكتواليتي. أكتواليتي. نحكيه على نجاح طبي جديد للكفاءات الطبية التونسية. نهار الجمعة 25 مارس 2022 تم زراعة أول منظم ضربات القلب بتقنية ستيمولاسيون إيزيان في تونس بقسم الاستكشاف الوظيفي والإنعاش القلبي في مستشفى الرابطة تحت أشراف رئيس القسم الأستاذ محمد سامي مورالي والأستاذة سناء ويلي. باش نعرفوا أكثر تفاصيل على هذا النجاح الطبي في تونس، معنا عبر الهاتف مباشرة الأستاذة سناء ويلي. عسلمة دكتور، مرحبا بك على إذاعة الحياة فم. بارك الله فيك وشكرا على الاستضافة وشكرا لحياة فم. يعيشك. هذا يشرفنا برشا. يعيشك دكتور، بارك الله فيك على قبول الدعوة، وطبعا تحية من خلالك إلى كافة الكفاءات الطبية التونسية اللي كل مرة معناها تأكد جدارتها على مستوى خاصة العمليات الجراحية وخاصة كي تبدأ دقيقة ساعات. لو كان تعطينا أكثر تفاصيل دكتور على العملية هذه اللي هي تصير لأول مرة في تونس. شكرا. هي طريقة تعديل نبضات القلب اللي احنا عندهم، هذا هو تركيع كي تبدأ نبضات القلب ضعيفة عندنا 20 سنة، وإحنا نركبوا لي بيس ميكير اللي يسرعوا في نبضات القلب. أما المشكلة نتاعنا مش الكم نتاع نبضات القلب، هي طريقة وظيفة القلب. يزمني كي نسرع في دقات القلب نحترم وظيفة القلب. علاش؟ على خاطر القلب فيه ريزو نتاع إلكتريسيتي اللي يمكن للزوز بطينات باش يضخوا في نفس الوقت في نفس الطريقه ومع مردوديه باهيه. دونك انا شو يلزمني كي نسرع نبضات القلب يعني الفريكونس كاردياك، يلزمني او ميم طون في نفس الوقت نحترم مردوديه القلب. يعني المرضى اللي عندهم قصور قلب اذا كان نحط لهم بيس ميكر عادي، هالبيس ميكر عادي باش يسرع لي في الفريكونس كاردياك، باش القلب يكون في 30 يطلع لي بال 60 70 80، انا ماهوش باش يحترم لي طريقه الضخ نتاعو. الطريقه هذه طريقه ياسر تري بريسيز، يعني طريقه كيفاش يقولوا، يلزمني نمشي لمكان معين اللي منه
نبعث الكورون للقلب باش هو يضخ بالطريقة الفيزيولوجية العادية. دونك هذه هي القوة نتاعو، انه يحترم الوظيفة القلب، وخاصة يحافظ لي على القلب، قلب المريء، بحيث ما يتطورش القصور القلبي. هي يعني التقنية دكتور هي اللي لأول مرة يتم اعتماده، وهي دقيقة جدا. هي أول مرة تتعمل في تونس. هذه الطريقة اللي يلزمها نورمالمون تتواصل. علاش؟ خاطر أنا المريض اللي ركب له بيس ميكير يزني نخمم في 20 سنة قدام، خمم في 10 سنين قدام، خاطر كي يركبوا الفيلات العاديه ما يحافظوا ليش على الوظيفه نتاع القلب، في الاخر باش يتعبوا لي القلب نتاعي ولو انهم سرعوا لي في فريكونس كاردياك. دونك هذه طريقه تحافظ على مردوديه القلب. شكون هم من اني نمشي للقصور القلبي؟ واضح. شكون هم دكتور المرضى عفى الله الجميع اللي يستحقوا هذه التقنيه؟ يعني مطلوبه برشا ولا فما خصوصيات والا لا؟ اللي عندهم ضعف في دقه القلب وعندهم بدايه قصور قلب. خاطر متوازه الحاله هذه، والحاله هذه تمتعني تسمح لي اني نستحفظ على القلب ونحسن الوظيفه نتاعو. القوه نتاعو انك تحسن في وظيفه القلب. واضح. ونبعد على قصور القلب. واضح. ربي يعافي الجميع. دكتور سناويلي تنجم تسمينا ابرز الكفاءات اللي شاركوا في العمليه هذه؟ وقتاش صارت في مستشفى الرابطه؟ بنصير قلنا العمليه هذه صارت يوم الجمعه العشيه، دامت تقريبا ساعه وربع ساعه ونص. الحق عاوننا الاستاذ جلير من المجر، وبيان سور مع وجود طاقم طبي، طاقم الطبي بوجود السيد سامي مرادي رئيس القسم، انا فما دكتوره منال بن حليمه، دكتور زينب جباري، والطاقم الغير طبي يعني الانفيرميه اللي معانا، هو طاقم كامل. ونشكر الكنام ووزاره الصحه اللي عاونونا باش يكون عندنا الماتريال في ظرف 48 ساعه. الكنام سهلت لنا الامور، خاطر بخيز اون شارج، خاطر الاله هذه تسوى قرابة 10 ملايين. والوزارة سهلت لنا باش خرجت لنا الماتريال، من كما تعرف يلزم الوزارة توافق على الماتريال باش يدخل لتونس. دونك الناس الكل تعاونت، الناس الكل تعاونت، وربي يحمي السبيطار، ربي يحمي المستشفى الببليك، لوبيتال ببليك العمومي، المستشفى العمومي ربي يحميه، خاطر هو اللي قاعد يكبر، هو اللي قاعد يعلم، نستحضروا عليه باش الكفاءات يقعدوا فيه وما يهربوش. ان شاء الله يا رب. دكتور المريض اللي تم اجراء العمليه عليه شنو حالته الصحيه توا؟ لاباس لاباس عليها، لاباس عليها، هي مرأة في يعني صغيره عمرها 45 سنه، بداها شويه قصور قلب مع دقه قلبها هبطت ل 30. دونك هي الطريقه المثلى بالنسبه لها، هي انه سرعنا في الفريكونس في دقه القلب مع المحافظه على قلبها والتحسين لوظيفه القلب نتاعها. واضح. نشكرك برشا الاستاذه سناء. شكرا لكم. يعيشك يعيشك يعيشك، تحيه لك. امين يا ربي. تحيه لك الاستاذه سناء ويلي، مشكوره برشا على تدخلك معنا، وتحيه من خلالك الى كافه الكفاءات الطبيه التونسيه على نجاح مثل هذه العمليه الدقيقه. دكتور سناء ويلي فما برشا طاقه في صوتها حسيناه، فما فرحه تعطيك انرجي توصل لك المتفاعله معناها على الاخر. تحيه ليها برشا هي وكافه الطاقم الطبي اللي اشرف على اجراء مثل هذه العمليه الجراحيه. وزاره الصحه كانت شكرت كافه المتدخلين وكل اعضاء الفريق اللي ساهم في هذا العلاج المتقدم في القطاع العمومي. ريكاب ميدي. ريكاب ميدي. هذا شنو يا سنة فيكم شانسون بعد شويه تسمعوا على اذاعه الحيطه فين؟ مازلنا في ريكاب ميدي، تواصل حتى لساعتين. رحب بضيفي سي حمادي البقلوطي الناشط في المجتمع المدني والمتابع للشأن العام. سي حمادي مرحبا بك. مرحبا بك ومرحبا بكافة المستمعين. شكرا ليك. دونك سي حمادي بديت تفوح ريحة رمضان، وبدينا هكا نسألوا واش فما واش ما فماش، وشنو الأمور زعما على مستوى السوق، على مستوى الإنتاج إلى غير ذلك. قاعد تتبع سي حمادي؟ هي قاعد نتبع، ولو انه رمضان راه شهر عباده قبل ان يكون شهر اكل وماكل. صحيح، اما لازم لازم سي حمادي احنا ديما نقولوا شهر عباده، هذاك هو معناها عاداتنا وتقاليدنا،
والاستهلاك يكثر يزيد على الاستهلاك العادي. دونك وقيت باش نحكيو على استعدادات وزارة الفلاحة لشهر رمضان، شنو عنا المنتوجات، شنو ما عناش، كان عنا نقص في حاجة، كان ما عناش، شنو نمرض وشنو ننجو إلى غير ذلك. هذاك علاش باش يكون معنا في التليفون تدسويت سيد عبد الفتاح سعيد، مدير عام الانتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة، تدسويت في الانترفيو دي جوغا. سي عبد الفتاح سعيد، مدير عام الانتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة، عسلامة، مرحبا بك على إذاعة الحياة. مرحبا ومرحبا بالجميع المستمعين تاع إذاعة القيروان. شكرا جزيلا لك سي عبد الفتاح. دونك رمضان هكا بدينا نحكيو برشا على رمضان، الاستعدادات يهمنا نعرفوا استعدادات وزارة الفلاحة على مستوى الانتاج. شكرا الساعة. بالنسبة لل شاء الله رمضانكم مبروك على التوانسة على الأمة الإسلامية وكل، وانتي بالامثل سي عبد الفتاح. عاش. دونك بالنسبة لاستعدادات الموسم رمضان، هو احنا حاجة عادية ديما نخدم فيها في كل سنة. ونركزوا على المواد الاستراتيجية واللي يكثر استهلاكها في شهر رمضان، خاصة معناها من البيض واللحوم نتاع الدواجن وكذلك مشتقات الحليب. دونك بالنسبه لهذا الموسم كنجي نشوفوا احنا بالنسبه للمواد الاستراتيجيه كنشوفوا من البيض، هو الاستهلاك نتاعنا عاده ما يكون معناها في حدود 170 مليون الى 175 مليون بيضه في خلال شهر رمضان. دونك احنا نقولوا كيفاش نحضروا له دونك الشهر هذا، هو معناها يلزم لنا نخصصوا الخزن للكميات الإضافية للاستهلاكية، خاطر احنا ننتجو في كل شهر ما بين 145 مليون إلى 146 معناها بالنسبة للبيض. دونك احنا ناخذوها هذاك بعين الاعتبار ونعمل مخزونات معناها إضافية لشهر رمضان، هي في حدود معناها 25,000 بالنسبة لهذا الموسم. دونك اللي جمعناهم إلى حد آخر الأسبوع لهذا في حدود 24 مليون بيضة، يزيدوهم من 146 اللي مش تتوفر في شهر رمضان، معناها مش تقولوا لنا في حدود الاستهلاك نتاعنا هذا بالنسبه للبيض. الدجاج الحم معناها في السلد الحم معناها في حدود 12,000 طن، هذا ديجا معناها مبرمجين، معناها احنا عندنا البرمجه الشهريه وبرمجه رمضان معناها خصوصيه، دونك محضرين معناها بالنسبه للدواجن معناها في حدود 12,000 طن ويزيد شويه. الى جانب ما عندنا مخزونات معناها في حدود 650 معناها بالنسبه للحم الكونجولي وكذلك الشرائح نتاع الديك زاد في حدود 1000 طن. هذا بالنسبه للدواجن، وان شاء الله معناها ما عندناش اشكال وما عندناش حتى معناها شو اسمه معناها توريد من الخارج، اما ربما في الاسعار ربما معناها تزيد شويه حتى ما نعرف المواد الاوليه غلات شويه. هذا معناها بالاضطرابات نتاع التزود. هذا بالنسبه للحوم الدواجن سي عبد الفتاح، الاسعار ممكن تشهد ارتفاع بالنظر الى ارتفاع والله الى حد يمكن المنتصف الاول من خاطر عندنا الاستهلاكات نتاعنا نتاع بالنسبه للدواجن ما ترتفعش، خاطر عندنا احنا في التخزين نتاعنا نتاع المواد العلفيه معناها تبقى معناها شهرين شهر ونص، هذا معناها حسب كراس شروط. دونك النصف الاولاني معناها حسب الواحد نتاع ما فماش داعي للزيادات، اما ربما معناها الكميات اللي مش تدخل معناها في المواد الاوليه ثم ارتفاع نسبي في المواد الاوليه كسوا في القطن الذره والا معناها في طرف السوجه، وربما هذه معناها مش تخلي شويه معناها ارتفاع معناها يكون في النصف الثاني نتاع شهر رمضان، وان شاء الله احنا نعديه شهر رمضان الاولاني من غير اشكاليات ان شاء الله. بالنسبه للحوم الضان معناها متوفره ما بالقدر الكافي معناها في حدود الخطر، وهذا يجي مع وقت موسم الختام، دونك معناها ما فماش اشكال بالنسبه للحوم وكذلك الالبان زاد معناها نفس الشيء بالنسبه للالبان معناها مع ذروه الانتاج بالنسبه للحليب. بالنسبه للحوم الحمراء سي عبد الفتاح، باش نوردوا والا مانيش باش نكونوا في حاجه الى التوريد؟ بالنسبه لا ما عندناش بالنسبه للتوريد، خاطر عندنا المتوفرات نتاعنا بالنسبه للتوريد ما عندناش اشكال معناها بالنسبه نتاع الضان ولا حتى البقري، معناها حاجه بسيطه معناها ونزيد حتى كنشي نشوفه في بالنسبه للمستوى الاسعار على المستوى العالمي معناها مرتفع بالنسبه للحوم تاع الابقار مرتفع اكثر من هنا معناها بالنسبه لتونس، فماش مجال وفما الامكانيه معناها متوفره في تونس، ودخلنا احنا رجول ديجا معناها في مده معناها ثم العجول معناها المورده ربما تفتح معناها بالنسبه لرمضان وللصيف او حتى الاحتياجات نتاع السوق نتاع السياحيه. معناها ما عندناش اشكال بالنسبه
اللحوم الحمراء ولا طعار معناها شتم مش تقول معناها. هو تم الحديث سي عبد الفتاح على انه قد تشهد قد يوصل اللحم الضان معناها اللحوم الحمراء الى 35 دينار حسب ما تم. والله حاليا هو صحيح كي نشوفوا احنا الاسعار ما معناها ما نسوا ما 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 هوش ما باش يزيد في الليل والنهار معناها والوضعيه معناها كي نشوفوا احنا في الاسواق نتاعنا معناها في حدود اللحم العلوش من 24 28 والهبره نفس الشيء. لو ما نصورش مش تعتمد الامكانيات متوفره ما عندناش اشكال على ما فماش داعي باش ترتفع معناها كان في شهر رمضان معناها فهمت ولا ما فماش داعي كبير معناها باش سعد فتاح. نعم سعد فتاح مرحبا بك. لاحظنا في المده الاخيره ثم شويه اضطراب على مستوى توزيع البيض واسعاره سواء لا هذاك ما في مشكله اسعار احنا في الكلفه نتاع نحكيوا على التسعيره. هل لا احنا نعطيك على الكلفه من التسعيره هذه من مشموليات وزاره التجاره اي وهذا ما ان شاء الله نلقاو فيه معنا كونسنسوس مع الفلاح على خاطر الانتاج موجود بقينا معنا التسعيره مش مقابله للفلاح دونك علاش هذاك احنا نوصلوا صوت الفلاح اللي يقول ان التسعيره مرتفعه التكلفه مرتفعه مقارنه بالتسعيره اللي وقع ضبطها سابقا واذا كان هي احنا دونك شاء الله نلقاو معناها شو اسمه باش نهنيو الناس العظم متوفر معناها باش نكونوا واضحين معناها جوش التسعيره هي اللي عامله شوسه على الاضطرابات هذه اللي وقعت في الاخر وان شاء الله نكون فورمين مع التجاره مع الفلاح الكل باش المنظومه هذه نحافظوا عليها في ظل الارتفاع في انتظار انه يقع تحديد التسعيره والاتفاق مع الفلاح باش يكون لا هما يتضروا ولا المواطن يتضر تراس انه جاء الوقت. والله المحادثات من متواصله مع وزاره التجاره وان شاء الله انا في القريب العاجل معناها تقع الوضعيه هذه. اي تراس انه جاء الوقت على مستوى اداره الانتاج الفلاحي بالوزاره انه يكون ثم استراتيجيه واضحه للتزود بالاعلاف وخاصه يكون لا هذاك نهنيك احنا عاملين كل السيناريوهات الضروريه ومنوعنا الاسواق مع الشركات المورده على اساس باش ما نخليش باش ما نحافظ على توازن في المنظومه خاصه نتاع الدواجن اللي ترتكز اساسا على التوريد دونك نحاول الله ما نلقاوش الاشكاليات. اهم الاجراءات سي سعد فتاح. اهم الاجراءات هو معناها تخصيص لكل الانواع نتاع الاعلاف احنا عندنا 40 نوع من القمح العلفي للسرقو لكل معناها والمجالات مفتوحه باش يوردوا كل الاصناف هذه وكل الوجهات معناها بالنسبه للتوريد خاطر هذه منظومه معناها تبنات معناها في اخر الستينات دونك لازمنا نحافظ عليها ما نحبوهاش تتمس دونك معناها ومشكورين كل الشركات المورده حاسه هما اصلا منتجين دونك ان شاء الله معناها ما نوصلوش للاضطرابات في التزود. الاشكال الوحيد هو في الاسعار لازمنا نراعيو كل الاطراف بالنسبه للاسعار مراقبه الجوده السياسيه. نعم مراقبه الجوده وخاصه على مستوى الدواجن. اش معناها الجوده؟ معناها الجوده الصحيه ولا شنو؟ لا انا نحكي تراسابيليتي خاطر ثم تو نشوفوا ياسر الدجاج يتباع على قاعده الطريق يعني ما غير مراقب. والله ما تعرف الاوامر الموجوده والاكثريه احنا عندنا في حدود الخمسه في حدود 30 معناها لاباتوار معناها ان شاء الله معناها كلها تخدم وتكون متواجده في كل الجهات على اساس باش نقلصوا منها الذبح العشوائي على المحلات. وهذا معناها بصفه عامه الوضعيه معناها ماهيش شو اسمه خاطر ماهوش مش اشكال كبير بالنسبه لصحه البشر او فهمتني ان شاء الله معناها تتنظم اكثر فاكثر وتكون الشروط معناها والاوامر معناها التطبيقيه ان شاء الله. سي عبد الفتاح باش نسالك على الخضر والغلال شنو باش يكون متوفر في رمضان شنو بالنسبه للخضر معناها الخضر احنا عندنا ديما الخضار الورقيه اللي تستهلك اكثر في شهر رمضان واللي اسعارها ترتفع بشكل خيالي سي عبد الفتاح. الخضار الورقيه معناها الانتاج اكثر من العادي معناها كي نشوفوها المعدنوس والكلافس والخس كل معناها في الوقت نتاعهم فصلي يعني معناها حتى الانتاج هذا الفصلي نتاعهم معناها يمشي بصفه كبيره معناها الانتاج معناها مش يكون اكثر من العاده عملت
الاستهلاك الضربات ما نعرفوها معناها عندنا في حدود 8000 طن مقابل 7500 عملوا نتاع معدنوس السلق معناها في حدود 7000 معناها فهمتني دونك متوفرين فهمتني متوفر بصفه كبيره مش تقعك اللهفه اللي مات الاولاني نتاع رمضان وعادي بعد تالي معناها كلها متوفر الطل والكل الخضر والخس والشد صحيح مش تشوف اللي مات الاولاني معناها الدرواجور اما العرض متوفر معناها وان شاء الله معناها المستهلكين معناها ما يعملوش اللحفة في نوع معناها متوفر بصراحة لكن نرجعوا للبطاطا وإلا معناها هي البطاطا زي ما نستهلكش ياسر احنا الاستهلاك الشهري بتاعنا في حدود 30000 أما في شهر رمضان معناها طاب حتى 20000 ما تمش استهلاك كبير على البطاطا وعندنا سي عبد الفتاح يعني في الشهر العادي 30000 طن يستهلكوا في الشهر بطاطا أي الاستهلاك المعدل هذا المعدل أي وفي رمضان قديش؟ في شهر رمضان في حدود 20000 وإحنا عندنا تو معناها كي نشوفوا المواسم الثلاثة أو البدري والمخزونات نتاع الجيل في حدود 8000 طن معناها معنا البدري والمتبقي من الاخر الفصلي عندنا في حدود 56000 طن معناها كافيه وبزياده معناها حتى اليوم حتى الصيف ما عندناش اشكال فيها الاخرين معناها عندنا البكورات نعرفوا الطماطم والفلفل يجي من البكورات من البيوت المحميه دونك معناها صحيح متوفره ما معناها الاسعار ما نعرف البكورات ديما غالي معناها حتى التوسعات عاديه والانتاج عادي تمام معناها نعرفوا قد ما يقدم رمضان معناها يخرب على على الصيف معناها هو يبقى ديما البدري معناها غالي شويه فهمت كي نرجعوا للغلال بصفه عامه مش تبقى ديما البقايا نتاع القوارص عندنا الفالنسيا والطنفس الترديف موجودين معناها بكميات معناها معناها محترمه معناها كي نشوفوا في القوارص كلها مش تلقاها في حدود ال 30000 طن معناها كيف والتمور معناها ما شاء الله موجوده معناها في حدود ال 50 معناها 50000 طن متوفره في السوق الداخليه مش يتركز اكثر مش يلقاه في السيزون تاعه هو الفراولو الفراولو معناها مش نلقاه في حدود ال 9000 حتى ال 11000 طن هذا الانتاج معناها مش يكون اون بلا في شهر رمضان الى جانب البعض شو اسمه الغلال الاخرى البدريه اللي حاجه ما انا جايه من البدري كنت واخوه في اخر رمضان والدلاع والبطيخ اللي مش توفر معناها في اخر رمضان ومش يكونوا غاليين شويه خاطر تكون بكورات اما القيل كل معناها خاطر كنت باش نسالك سي عبد الفتاح على الدلاع والبطيخ خاطر برشا والليمون متوفر زاد ما فماش حتى اشكال معناها القارص سي عبد الفتاح قلت لك على الدلاع والبطيخ انت هاك جاوبتي قلت لي اخر رمضان يبدا حاضر معناها يبدا موجود اي البكورات اللي جايه من 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 الجنوب أي. ويبدا غالي نورمالمون ساعه نتاع ويبدا غالي في الاسعار نتاعو اي بتبيع لا قلت لك غالي مش يبقى غالي شيء معنا البطيخ والدلاع ما مش حاجه كبيره كميه معنا في حدود 3000 طن ما بيناتهم مش يبقى غالي شويه معنا ديما في اما الاكثريه كنت مش معناها على القوارص بقايا القوارص وال سي عبد الفتاح نغتنموا فرصة وجودك معنا بعد الامطار اللي جات شنو هي توقعاتكم بالنسبه لموسم الزراعات الكبرى السنة زعم والله جات في وقتها وان شاء الله ربي يزيد الحمل في ابريل معناها احنا عندنا في المناطق وان شاء الله ربي يوصل بالسالم لاباس الوضعيه حسنت لنا برشا الواحد ان شاء الله نحاولوا نحافظوا عليها احنا محضرين برنامج معناها كامل معناها من الناس من التعديل باش ننقصوا من الذياع اللي يجي على جميع المراحل هو من الحصاد من تعديل ماكينه الحصاد من حد من النقل السريع والتجميع وكذلك الحرائق هذا ما عاملين فيه برنامج ان شاء الله مش نعرضوه معناها على كل المتدخلين باش نجموا معناها نجمعوا اكثر حبه ما نعرفوا الغلاء نتاع كل الحبوب والمشاكل نتاع الحروب اللي صايره دونك احنا كنا لازمنا نلمدوا ما نزعلناش حتى حبه من الموسم هذايا وان شاء الله ربي يزيد يرحمنا في ابريل يخلي معناها تدعم الوضعيه الحاليه نتاع الزراعه الكبرى ومستبشرين خير معناها بالنسبه لنا ان شاء الله. بالنسبه للحبوب سعد فتاح وانت اشرت توا الى الحروب الحرب الروسيه الاوكرانيه طبعا وكنا حكينا سابقا على التداعيات نتاعها خاصه على مستوى الحبوب والمحروقات الى غير ذلك. في تونس شنو وضعيتنا على مستوى الحبوب؟ عندنا نقص يعني في الحبوب ولا لا؟ بالنسبه لأول الاستهلاك نتاعنا قاعد في تزايد معناها بالنسبه للحبوب معناها كي نقول الحبوب نقول القمح الصلب والقمح اللين الفارينه والشعير معناها في حدود 1,100,000 1,200,000 هذا معناها قاعد يزيد
واحنا في احسن حالات معنا في معدل الانتاج نتاعنا من الحبوب معنا في حدود 18 20 مليون دونك ديما حاجتنا ب 12 الى 15 مليون هذا معنا ديما للتوريد احنا كي نحسنوا اكثر نوصلوا في معناها المعدل نتاعنا في حدود 25 ديما يلزمنا نقلصوا اكثر ما يمكن بالتوريد ونعملوا على الطاقات المحليه والانتاج المحلي باش معنا ديما معنا نحافظوا على القول نتاع العمله وكذلك معنا الامن الغذائي الغذاء الغذائي يجي من هنا معنا يلزمنا كيفاش معنا الاراضي الفلاحيه وثمنوها في ظل التغيرات المناخيه وهالمشاكل الموجوده في العالم دونك يلزمنا ديما نعملوا على الحاجه الداخليه نتاعنا الانتاج نتاعنا باش نجم ونعاون الفلاحه والناس كلها معناها تحط يديها في بعضها على اساس باش تنجم تحقق معناها وتعزيز الامن الغذائي نتاعنا يكون كي 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 سواء في الخضروات وان شاء الله في الحبوب معناها نقلصوا اكثر ما يمكن من التوريد نتاعنا والاعلاف زاد عندنا فيها زاد فيها اشكال هذا ما غادي نخدموا عليها وان شاء الله معناها الناس الكل معناها تفهم الوضعيه ونشوفوا معنا وهذا معنا هي كيفاش نقول الازمات هي مش باش تخليك تعمل على الذات وتنجم تقدم الحلول والناس كلها تعرف معنا كي تنجم تقدم مقترحات بكل سواء معناها الفاعلين في كل القطاعات معناها تو معناها شيء معناها الازمات هي تعطيك الافكار وتعطيك البرامج الصحيحه باش تنجم انت معناها تستغلها وتقنع سواء المنتجين ولا المتدخلين في القطاع وكذلك حتى اصحاب الراي. باه سي عبد الفتاح انت توا حكيت على انه الهدف نتاعنا هو انه معناها نحقوا الاكتفاء الذاتي نتاعنا في انتاج الحبوب الى غير ذلك وقلت نقلصوا قدر الامكان من التوريد باه التقليص معناها ان شاء الله نوصلوا للواحد نتاع ما نعرفوا احنا الظروف المناخيه وكلها مطريه احنا نقولوا ننجو لو ماكسيموم ونحدوا معناها نجيبوا كذا الجزء هالجزء سي عبد الفتاح اللي احنا باش نقعدوا نستوردوا فيه منين اليوم بالنظر الى انه فما حرب روسيه اوكرانيه بالتالي فما برشا اشكاليات في الشحن والتوريد الى غير ذلك فمش بدائل اليوم امام وزاره الفلاحه انه باش نستوردوا مثلا من بلاد اخرى ولا من جهه اخرى. صحيح بالنسبه كي نشوف الدول المنتجه للحبوب معناها فما في اوروبا معناها ثم زوج فترات هما معناها اوروبا وامريكا دونك معناها كل واحده عندها فتره الفتره اللي تكون فيها الانتاج هو يقل احنا معناها علاش ناخذ من اوروبا من روسيا معناها واوكرانيا خاطر القراب والموسم نتاعهم يواتي معناها الفراغ نتاعنا احنا معناها جوست باش نكملوا به الوضعيه ويكون قريب لنا حتى في النقل اما معناها في بالنسبه للامريكي معناها عندها انتاج هذا نفس الشيء حتى الاوروبا الاخرين معناها توا معناها الناس كلها مش تولي تزرع معناها ما عادش باش يعملوا على دوله واحده وهذا هو المطلوب معناها من الدول توا فهمت اما احنا لو نجم نجيبوا توا من ثم شايش من نجم من رومانيا من 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 جورجيا من المناطق هذيك الموجوده معناها في اوروبا ثم زاد امريكا اللاتينيه هذه موجوده معناها الامكانيه هذه اما معناها انت معناها لازم زاد تنتج بالقدر الكافي باش تنقص اكثر ما يمكن من الوضع معناها اكثر معناها من ماذا معناها الشوز كليماتيك مشكل على تونس برك معناها يلزم الناس كل تعمل مجهودات على اساس راهو التقلبات المناخيه والمختلفه على طول العالم وفيها تاثيرات دونك معناها الوضعيه هي كيفاش تصمت معناها اصناف تتحمل الجفاف وتعطي اكثر انتاجيه وانت كيفاش زادت تستحفظ على الوضعيه نتاعك وكيفاش تكسر المخازن نتاعك نتاع الحبوب باش وقت تلقى معناها امكانيه باش تنجم تخزن وعندك اريحيه معناها اكثر من اشهر ودعم الفلاح سي عبد الفتاح سعيد خاصه موجود وهذا احنا نرجع لدعم الفلاح وانا قلنا هو الفلاح هو المحور نتاع الانتاج دونك معناها يلزمنا نشجعوه احنا المره هذه معناها اقترحنا زياده اولى ب 5000 وبعد 13000 وان شاء الله معناها زاده النجم ندعموه معناها بالنسبه في الحصاد معناها التوجه هو اعانه الفلاح لو ماكسيموم خاطر نعرفوا الغلاء نتاع المواد كلها معناها خاصه الاسمده معناها مورده وفيها نسبه كبيره معناها بالاسعار دونك معناها يلزم الفلاح معناها احنا زدناها قبل في 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 موسم الحصاد 5 دينارات للقنطار وتو معناها قبل في نوفمبر زدناها 13000 وثم امكانيه معناها نزيدوا القانون المفاهم معناها باش نزيدوا نشجعوه باش نجمعوا اكثر معناها ما يبقاش يدور البرة ولا التهريب ولا الوضعيه الاخرى دونك معناها ثم امكانيه قاعده في الدرس معناها باش نجموا نزيدوه معناها على ذكر الاسمده سي عبد الفتاح تفضل لاحظنا في الفتره التاليه تعرف انه الاسمده ما تنتظرش تم وقات يلزم
في الوقت هذاك يجب نعطيه الاسم ده. لاحظنا انه ثم شويه اضطراب على مستوى التوزيع، وشفنا حتى الرزنامة اللي حطتها وزارة الفلاحة أنها تقسم ما يورد على بعض ولايات، وثم منتوج جابس يعطى لبعض ولايات. الحاجة اللي نحب نحكي فيها هو أنه لاحظنا أنه الأسمدة تتباع ما غير فواتير، وهذا مدخل لا نعرف مش تابعكم احنا ما يفرصة احنا. لا 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 مش نكون واضح معك، أنا بالنسبة للتوزيع وكذلك المراقبه والله ما نعرفش على زملائي في التجاره انتوا ينجموا يجاوبوك على الاخلالات. اما صحيح معنا احنا شنو هو ثم فترات وثم كميات. احنا عن المعمل نتاع جابس معناها الطاقه الانتاجيه نتاعو هي 120 ألف، واحنا معنا حاجتنا من جوست لو مينيموم معنا 200 ألف. دونك معنا كنا باش نوردوا، خاطر هو تقادم الالات نتاع المعمل والاضرابات كبيره. دونك احنا كنا باش نامنوا اكثر ما يمكن معناها المعال وينتج ماكسيموم معناها 140، احنا خدمنا على 120. كنا فما روسيا نجيبوا فيه الاسم ده، وتوا روسيا هاي في حرب. هذه جبنا الكميه الاولانيه، هو جبنا احنا جبنا برمجنا 80 ألف، جبنا منهم 36 ألف، وعلى اساس معناها باش نامنوا للوحدات. واحنا من الكوفيد واحنا معناها عندنا الاشكاليات هذه، معناها عندنا 3 سنوات نعانيوا في الاشكال نتاع الاسم ده على اساس برمجنا من قبل. وهو حتى تو معنا بالنسبه لاعداد الموسم الجاي، رانا الجمعات من الجمعه هذه احنا تو الارض مازالت معناها بالحصيده نتاعها بالنعمه نتاعها، واحنا نبرمجوا للعام الجاي. خاطر هذاك هو السيس، يلزم انت كيف تحضر البذور نتاعك والاسم ده باش انت كي تنطلق معناها في شهر سبتمبر تكون عندك الستوك نيسيسير، فهمتني؟ وهذا معناها اننا غادي نخدموا عليه من تو على اساس معناها باش نجموا معناها نوفروا الامور هذه. اما التوزيع انت ذكرتني على التوزيع، وكنا احنا تبقت معناها احنا الموسم الفلاحي نتاعنا بالنسبه للاسم ده يوفى 31 مارس، واحنا متعاهدين مع الجروب شيميك على اساس باش برزنامة بيان ديتيرمين. وقع الخلل غادي كي احنا وثبت الامطار، واحنا نعرفوا الامطار معناها وين فيها جهات. دونك قلنا عندنا الحبوب نعطوهم المناطق اللي فيها الحبوب هي الباز، نعطوها دي فواياج شو اسمه، ما منقصوش على الولايات الاخرين. مثلا نرجعوا جابس ولا شو اسمه نامبورت ولا سيدي بوزيد ولا القروان والكل، فهمتني؟ كنا يمشي لها كاميون اثنين على اساس الزراعات الخضروات هذه، زاد ما نمشيش زاد في جهه اتجاه واحد. التوجيه معناها يمشي غادي كان الاحتكار، ما عنديش فكره في الوضعيه هذه، اما معناها مسعر ومرقب ويمشي كل معناها يمشي بطريقه واضحه. دونك هذه الجمعه اللي فاتت مشينا باتجاه هذا كامل، ما خاطر ما تعرفك الامطار، واحنا قبل ما يسبل نقولوا نعطيو اكثر باش تجي السبوله معناها كي ينور القمح ولا الشعير يمشي بالكدا، فهمتني؟ دونك ومش نرجعوا للعادي نتاعنا معناها في الباقي الواحد، ما خاطر ما نشدوش كان في قلم واحد. اما باش نستنفعوا اكثر من الامطار الاخيره مشينا في الاتجاه هذاك. ان شاء الله ربي يرحمنا زيدا بالمطر مره اخرى. نذكر انه معنا سي عبد الفتاح سعيد مدير عام الانتاج الفلاحي بوزاره الفلاحه. سي عبد الفتاح نحب نرجع بك على نقطه اللي هي نقاط البيع من المنتج الى المستهلك اللي بدا يتم التركيز في عدد من الجهات، الحقيقه مازلنا في انتظار بقيه الجهات الاخرى ودورها خاصه في شهر رمضان، المنتوجات اللي باش يتم عرضها كيفاش باش تكون من حيث الجوده الاسعار الى غير ذلك. شكرا. بالنسبة للمجهودات اللي حابب تعمل عليها وزارة الفلاحة، هو معناها بجيس على الهياكل اللي تحت الإشراف، خاصة الأراضي الدولية، ديوان الأراضي الدولية اللي موجود في من أكثر من 12 ولاية. قلنا هذاك ما يلوين متواجد ديوان الأراضي الدولية، معناها باش يكون هو معناها فيه نقاط بيع معناها في حدود 14 نقطة بيع اللي متواجدة معناها في مختلف الولايات، معناها اللي متواجد فيها الأراضي الدولية. مش باش يكون في 24 ولاية سي عبد الفتاح؟ لا 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 لا، في حدود ال 12 ولاية. وين موجود الديوان الأراضي الدولية؟ خاطر هو اللي مش يبيع وهو اللي مش يصرف على العملية معناها بالنسبة القروان فيها؟ القروان موجودة أي موجودة، خاطر كل عام يعني كل رمضان. عندنا في عندنا في في سوسة في النفيذة، مركب نتاع النفيذة، القصرين وادي الدرب نتاع القصرين، سيدي بوزيد نتاع الطويلة، فهمتني؟ صفاقس فيها ثلاثة أربعة نقاط، صفاقس كبيرة في الشعال وفي جهات أخرى موجودة. وين موجود الديوان؟ في بنزرت في نتاع ماطر، مدنين في شماخ، منوبة في برج العامري، سليانة محسن الإمام، تبار في باجة،
كيف معناها هذا من الاجمال ان الولايات اللي باش يكون فيهم هي شنو هو معناها هو باش تعطي الاسعار الحقيقيه باش الناس كلها تعرف معناها يكون ممارسين لي بري فهمتني معناها باش تعطي بالسعر فيه ربح قليل معناها بتجي انت مثلا تكون في الزيت والا في الحليب ولا المنتجات البيض واللحوم الحمراء باش يكون جوست معناها السعر المتفق فيه مع وزاره التجاره باش الناس كلها تنقل عليه معناها باش تنجم معناها بالنسبه تاع الدوله هذه باش تكون معناها مش يرتكز على ديما فما تشكيات سي عبد الفتاح على مستوى الجوده خاصه نتاع المواد المعروضه والمنتوجات المعروضه في نقاط البيع من المنتج الى المستهلك الحقيقي. بالنسبه لها هذايا احنا تو بالنسبه للاراضي الدوليه راه كلها عندنا لي فيترينير والكلها ما تتعدى مع لي زاباتوار معناها اجري فهمتني ومراقبه بيطريه معناها شديده سواء في المنتجات الدواجن اللحم الدواجن الديك ولا البيض معناها كله بالمراقبه حتى اللحوم الحمراء حتى مع مش تتواجد في النقاط هذه معناها مراقبه صارمه معناها من الفيتيرينير نتاع الدوله نتاع الاراضي الدوليه فماش اشكال واضح ثمش امكانيه نشوفوا انه المنتجات بعض الدواوين اللي هي مش تنتج في الولايه بيدها موجوده مثال في القروان عندنا ضيعه العلم نجموش نشوفوا انتاج ضيعه النفيذة مثال مثلا المركب النفيذة هو اللي مش يعطيه معناها نتاع القروان والا ما عندوش السقف موجود فهمتني اللي ما عندوش مش ياخذ من اللي زابطوار معناها المتواجد معناها في كل منتجات الدواجن معناها مش ياخذها من الليبراتوار من اللي في الشمال مش ياخذ من ماتر واللي في الوسط واللي في الجنوب باش ياخذوا من الاماكن اللي فيها ديزاباتوار معناها اجريه فهمتني ديما الاماكن الاقرب نسالوك الاماكن الاقرب أي. معناها ما باش تضغط على الكل فانت مش تعمل اسعار معناها جوست في مستوى القدره الشرائيه نتاع المستهلك الى جانب الزيت والفواكه الاخرى البقايا نتاع القوارص والاجبان كلها معناها مش الاسماك سي عبد الفتاح ما حكيتنيش عليهم يعني في عرض الاسماك هذاك ما على تو مازالت المفاوضات مع احنا ما عندنا مجامع مهنيه واللي يتعاملوا مع ما يتعاملوا مع المهنيين دونك ربما في النقاط هذه معناها شو اسمه المباحثات متقدمه باش يزيدوا يمدوا بال كيما شو اسمه المجمع المهني المشترك للمنتجات للصيد البحري هذا معناها ربما قاعدين معناها كسوا للغله والخضره معناها مربوطين مع احنا اما عموما سي عبد الفتاح حسب ما سمعنا معناها في مداخلتك لليوم يظهر لي المواد كلها تقريبا متوفره فما اشكال في الاسعار خاصه اللي من البكورات اللي باش يكون اسعارها غاليه ولكن كل شيء باش يكون متوفر في رمضان إيه أكيد ما أنا ما نعرفش بالنسبة للصيد البحري هو الحال غالي الأسماك حتى في الأيامات العادية ما عنديش فكرة واضحة شكون معناها معناها كمستهلك ما أنا نشوفها غالية فهمتني أما نحكي لك على المنتجات الأخرى اللي أنت شفاها الديوان مش تكون معناها هي الريفيرونس معناها نتاع الأسعار باش الناس كلها معناها اللي تكون كيس سواء اللحم وإلا البيض وإلا والا الديك الرومي والا الزيت فهمتني والاجبان مش تكون هي لا 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 اذا جانب الحمضيات القوارص معناها اللي قال الفالنسيا والتمور مش يكون العرض اما كنت تسالتني على الامكانيه باش يتواجد الحوت في نقاط البيع ثم الامكانيه ومازالت المباحثات مع المجمع المهني المشترك لمنتجات البحر معناها باش يعملوا دي كونفونسيون مع المنتجين باش يمدوا هالنقاط هذه معناها مازالوا تحت الدرس باش يوفروا لهم اللي فريجو نيسيسير باش تكون معناها امور صحيه ما زلت معناها في الدرس ما نعرفش النقاط اللي باش يكون فاهم الحوت ولا جرت العاده انه اسواق للمنتج المستهلك النهايه الاول وقت التدشين نشوفوا برشا بضاعه مشى الوزير تتقلص البضاعه وبعد 3-4 ايام ثم برشا حوايج ما عادش نلقاوها هل انه والله اللي راهو كمستهلك هذاك لا ثم اسواق من المنتج المستهلك تعمل فيها البلديات وفما اللي تعمل فيها بالنسبه للمركبات الفلاحيه راهو سنابرك وهذا مجهود معناها ما كانتش كانت عندك كاكوزان هنا اما بالنسبه للاخرين كانت تعمل فيها الاتحاد الفلاحين وتشارك فيها شارك فيها المجمعات وكنا نشوفوا جبلنا نتاع ماطر بال شو دونك نجيو احنا مثلا
مش يقولوا معناها نتاع النفيذة، معناها النفيذة معناها مش تحط مثلا 200 دجاجة فهمتني، معناها كل يوم معناها ثم تقسيم توزيع فهمتني، مش يكون عادل مثلا القروير فهمت نفس الشيء. أما كي زين مشتوفة ال 200 هذيك كثير، ما عندنا زاد خاطر عندنا زاد الجيش ياكل ما عمل اتفاقيات مع الديوان الديوان ال مانيش نحكي على نهار وانا عادي لا عادي لا 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 طلب لا 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 نحكي على طول الشهر يعني مش نلقاه إيه؟ ثلاث اربع ايام ومن بعد هكا هو يتفض السوق ينتهي ان شاء الله ان شاء الله نسناها. وعاد بالمراقبه نتاعكم انتم كصحفيين وكذا معناها كل ما الناس هي مجهودات مشتركه احنا ماذا بينا معناها يكونوا معناها حتى على الاقل نصف الاولاني اللي فيه الاستهلاك وفيه اللهفه فهمت، بعد تالي يتعداوا للحلو يدوروا اللوز ما وسالش ما ولي لوز والعسل موجود موجود في بعض المناطق موجود اللوز الشايح والفواكه الجافه موجوده في العرب. فرصه نتم للمواطنين انه راه السوق مش يكون متواصل وانه ثم لا هو هذا ثم تجويد مستمر متواصل معناها على طول رمضان معناها بالكميات في حدود الامكان. اذا ما نجموش مش نقول لك ثاني مره معناها الدجاج مش يبقى على مش يوفروا كميات أنا حسب المتوفرات بتاع الديوان الدولية فهمتني، هذا مجهود بتاع الوزارة ما نجموش تلقاو أرقام من عندهم الدواوين أنهم قداش ينجموا يضمنون تزويد هذه الأسواق مهمة راهو هذا ما زاد مش نقول قداش يضمنون، احنا قلنا مش يكون حسب الطلب وحسب الإمكانيات معناها يمكن في الأيامات الأولانية باش نجم نعطوك الليطا احنا أنت كي باش توزع على 14 نقطة وانت عندك معنا كونفونسيون مع الجيش هذا ثم مشكل سينو نجموا نعيطوا معنا للخواص كان نحترموا الاسعار هذه الموجوده خاطر علاش انت شو اسمه كذا معناها الخواص معنا يحترم السعر باش تحطوا نحطوا الديوان الارض الدوليه مرحبا بهم الخواص في كل شيء معنا يعرضوا في باراتك معنا معنا نظيفه ومراقبه معنا مش نقول لك الكميات كبيره معنا في حدود الانتاج والعرض. كان مثلا منطقه مثلا ما يحطوا فيها مثلا النهارين الاولانيين ما تهزتش واللي نعملوا تعديل، اما النجم ندوكم في النهارين الاولانيين بالكميات اللي تتحطوا مبرمجه. واضح سي عبد الفتاح سعيد، ان شاء الله رمضانك مبروك نقولوا لك، يعطيك الصحه على تدخلك معنا. كان معنا سيد عبد الفتاح سعيد مدير عام الانتاج الفلاحي بوزاره الفلاحه، نشكره برشا على مدنا بكل هذه التفاصيل. تعليقك سي حمادي؟ تعليقي انه مهم انه يكون عندنا اسواق تعدل الاسعار، ان شاء الله ما يقتنوهاش بعض الناس ويشريوا منها الكميات الكبيره من نهار الاول وبعد نلقاوها في الاسواق، يكون ثم اليه واستراتيجيه واضحه للبيع وخاصه اللهفه راهي اللهفه هي وابتعد عن اللهفه، وان شاء الله رمضاننا مبروك جميعا. ان شاء الله رمضانكم رمضانك مبروك سي حمادي والناس الكل يسمع فينا على اذاعه الحياه فهم. هكا نكون وصلنا لختام حلقه اليوم من غيكاب ميدي، نشكر برشا الناس اللي دخلت معايا اليوم بالتليفون، تحيه لاحمد المخلوفي في الاخراج التقني، سيف بولعريس في الديجيتال، انس الهمامي في ستوندار. تحيه لكم الناس الكل، نتقابل ان شاء الله في غيكاب جديده غدوه في لامنا.